مؤكد. هيجي لك واحد يقول لك ما هو انت في الحاله دي بقى توسع في اعاره اللاعبين الناشئين. مين هيروحوا فين؟ بس انا عايز اقول حاجه. التوسع في اعاره الناشئين قد يكون قرارا اقتصاديا سليما. ولكنه ليس قرارا فنيا سليما. طبعا. طلع محمد صلاح وقول استفاد المنتخب المصري من ايه؟ من المحترفين الخارجيين. ولا حاجه. استفادتك من رمضان صبحي وهو في مصر كانت اقوى، استفادتك من حجازي في مصر هي ولو انها كانت اقوى، استفادتك من تريزيجيه لا في مصر طبعا كانت اقوى. استفادتك من المحمدي والنيلي المحمدي انت ما استفدتش من المحمدي خالص كان في منتخب مصر. استفادتك من بقيه اللعيبه من 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 عبد الشافي ما هو ده في احتراف برضه في خارج مصر يا جماعه. طب وكريم اسمه ايه اللي في نيس الفرنساوي برضه كوكا فين فين يعني؟ لا كوكا في الدوري المصري الناس اسمعوا صحيح. ف مش ما في كلمه ان الاحتراف بيعلي المستوى الخارجي، لا هو بيعلمك حاجات احسن من اللي انت بتشوفه في مصر، بيخليك في مناخ غذائي وصحي افضل، لكن مش بالضروره يخلي عندك الدوافع والنعره الوطنيه زي ما موجوده صحيح مع المحليين. لا ورؤيه خبيره للكابتن علي ابو جريشه